شكرا لك عمر، ونتحول بطبيعة الحال إلى حسام. ماذا لدينا في هذه الحلقة؟ نعم أيمن، أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. بإمكانكم المشاركة معنا كالمعتاد عبر صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر كتابة التعليق على النافذة الرئيسية للقناة على الإنترنت، وبإمكانكم أيضا متابعة ما يحدث في كواليس مصر الليلة وباقي البرامج عبر صفحتنا على إنستغرام. ونستعرض الآن ما لدينا في الساعة الأولى من مصر الليلة. ردود أفعال رافضة لتصريحات السيسي حول العلاقة بينه وبين المصريين وإلغاء مفهوم النظام، وهاشتاك ساخر من تحويل السيسي في تصريحاته الغردقة من مدينة إلى محافظة. وفي الشق الثاني من الساعة نناقش في اليوم العالمي للغة العربية، كيف ترى ضعف استخدام اللغة العربية في مصر رغم وجود مجمع اللغة العربية والأزهر الشريف؟ إذن هذه التساؤلات وغيرها في الساعة الأولى، ولدينا المزيد على رأس الساعة الثانية، فلا تنسوا إثراء النقاش عبر صفحتي البرنامج عبر فيسبوك وتويتر، وذلك من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. إليك أيمن. شكرا لك حسام. تتوالى ردود الأفعال حول تصريحات عبد الفتاح السيسي والتي ألغت مفهوم النظام بتعريفه السياسي وسخريته أيضا من النظم السياسية أو المناهج التعليمية على حسب قول بعض الخبراء. انتقد السياسيون خطاب السيسي وقوله ما حدش يخش بيني وبين المصريين، فكتب الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية تدوينة حملت عنوان طبائع الاستبداد بين قوسين شعبي وانا لقيته وما حدش له دعوه بيه، هكذا قال الدكتور حسني. فيما نصح الدكتور سيف عبد الفتاح للسيسي قائلا حط يافطه على النظام يبقى دوله زي ما عملت في الهنجر العسكري كده. ومع حمله الانتقادات والسخريه من تصريحات السيسي تتجدد الاسئله حول مفهوم الدوله عند السيسي ومجلسه العسكري والاليات التي يفهمها لتحقيق حلم المصريين فيما يسمى التغيير. منهج جديد في الفكر السياسي بحسب البعض أرساه عبد الفتاح السيسي أول رئيس منتخب عقب الانقلاب، عندما تحدث عن عدم وجود ما يمكن أن يطلق عليه نظام، لكن يوجد دولة تعمل من أجل الوطن. السيسي أضاف خلال كلمته أثناء افتتاحه عمليات توسعة مطار الغردقة الدولي أن الشعب ينتخب رئيسه، وعند تغيير الرئيس يأتي غيره ليكمل المسيرة بالدولة المصرية. مفيش حاجة اسمها نظام، فيش حاجة، في حاجة اسمها مصر، دولة مصرية. الشعب المصري ينتخب يجيب الرئيس يمسك دولة واقفة على حيلها، مش نظام كل شوية يتغير ولما يتغير نقول عايزين، لا 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 لا، هي دولة مصرية مؤسساتها إعلامها قضائها شرطتها جيشها كلها على بعض بتشتغل عشان خاطر بلدها مش عشان خاطر حد. مراقبون لاحظوا أن الإعلام المؤيد للسلطة الحالية تجاهل تلك التصريحات وركز في معظمه على حديث السيسي بشأن عدم عودة النظام القديم مرة أخرى، واعتبروا أنه يتحدث عن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وعلى الجانب الآخر رأى مراقبون ومحللون أن الفكرة التي طرحها السيسي عبارة غير منهجية، استنادا لعلم السياسة الذي يفرق بين الدولة المستمرة والنظام السياسي المتغير والمنقطع. لا يمكن ضبطها بمقاييس منهجية لعلم السياسة. علم السياسة بيفرق بين أنظمة الحكم وبين الدول. الدولة مستمرة لكن نظام الحكم هو المنقطع. في ذات السياق كتب الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة القاهرة تدوينة ساخرة عبر صفحتها على موقع فيسبوك داعيا السيسي بأن يضع لافتة على النظام ليصبح دولة مثل ما فعل في القاعدة البحرية التي وضع عليها يافطة لتكون سجنا تابعا لوزارة الداخلية. في إشارة إلى التسريب الصوتي الذي أذاعته قناة مكملين الفضائية بشأن تزوير موقع احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي. كما انتقد البعض السيسي في الجزئية المتعلقة برفضه تغيير الأنظمة السياسية، وهو شخصيا قام بتغيير النظام السياسي بحجة أنها إرادة المصريين، وهو الأمر الذي يردده مرارا وتكرارا مثلما يردد أن هناك أياد خفية تحاول الفصل بينه وبين المصريين. مع بعضنا وما حدش يخش بيني وبين المصريين، بقولها للآخر بقى، ما حدش يخش بيني وبين المصريين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. و
وللحديث حول تصريحات السيسي وما أثارته من ردود أفعال، أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الكاتب الصحفي محمد القدوسي ورنا فاروق ناشطة السياسية. أهلا بكما. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، أبدأ بك أولا، يعني هل تصريحات السيسي في مثل هذه الخطابات وهذه المؤتمرات وهذه المنتديات وهذه الافتتاحات التي يفتتحها من الممكن أن تعكس مفهومه الفعلي عن معنى الدولة ومفهوم الدولة، ولا هي تؤخذ في إطار أنه مؤتمر بيتكلم فيه براحته مع يعني قيادات ورموز الدولة؟ اللي هو ده الآخر هنقول زي التسريبات، أصله كان قاعد بين الأسرة كده، أسرة في بعضهم. لا، ده راجل يفترض أنه رئيس، ويفترض أنه يتحدث علنا، ويفترض أنه يعني ما يقول. لو هو مش رئيس ولا لو هو لا يعي ما يقول، يبقى نتفاهم في القصة، حد يجي يقول كده ونتفاهم في الموضوع ده. لكن يفترض الثلاث افتراضات اللي أنا قلتها، في ضوء هذه الافتراضات أنا عايز أقولك إن السيسي قال، وصف دولة العسكر بدقة، هذه دولة العسكر، فمن أراد لها أن تدوم أو من لم يستحي أن يتحالف معها أو من لم يستحي أن يتركها باقية ولا يثور عليها بأي حجة بقى أن كانت، يتفضل يورينا. يعني إذن هل كان يعني السيسي ما يقول بالضبط؟ ليه؟ يعني هقول لك حضرتك. واحد، هو مثلا ما جابش سيرة البرلمان خالص، لأنه في دولة العسكر ما فيش شعب، البرلمان ده دوره التشريع والرقابة الشعبية، مش كده؟ فهو حتى لو هو موجود بيبقى مش موجود، لو هو موجود بيبقى برلمان مزور وبيبقى برلمان ملحق بالسلطة التنفيذية. واحنا في مصر شفنا مجلس شعب بجد او حقيقي، او يعني ادى مهمته اللي بجد على الاطلاق. حتى مجلس الشعب قصير العمر اللي حصل في ظل الثورة حوصر من الاربع جهات وخلصوا عليه بسرعة. إذن في ظل دولة العسكر لا يوجد برلمان. حتى السيسي بقى في التطوير الأخير ليها بيحاول بإيديه وسنانه إن ما يبقاش في برلمان، ومجهز أدوات حله وأدوات حصاره إذا أفلت منه البرلمان وجه غصب عنه. فأما أداة حله فهي القضية بتاعت حمدي الفخراني وملف النواب المغتربين، وأما ملف السيطرة عليه فإنه هيعين عدل منصور ويجيبه ويحطه رئيس للبرلمان في تكرار لتجربة حفظ الأسد وأحمد الخطيب. الحاجة التانية والأهم بقى، إنه هو بيوصف، كلمني عن الشرطة وعن القضاء وعن الجيش اللي هي الأجهزة الأمنية، ودور الرئيس هو أنه الحكم بين هذه الأجهزة الأمنية. ده الوضع في مصر منذ أن كانت. هو قال في حاجة اسمها بلد مصر. أيوة. بمؤسساتها، سيبك من إنشاء وإعلامها وجيشها وقضائها، ماذا في ذلك؟ أقول ما راح أقول لحضرتك، كلم عن البلد، عن المؤسسات، عن الإعلام والجيش والقضاء. عزيزي البلد أكثر من عزيزي كده؟ عزيزي طبعا في مفهوم الدولة طبعا أنا عندي خمس سلطات في واقع الأمر. وهذا ما لم يفهمه الناس حتى الناشطين السياسيين عندنا في مصر دلوقتي. أنا عندي خمس سلطات، الاقتصاد سلطة، والإعلام سلطة، والقضاء سلطة، والتشريعية والتنفيذية، هذه الخمس سلطات. وعندي فروقات بنيوية ما بين هذه السلطات، عندي سلطات سريعة البناء، سريعة الهدم، وبطيئة البناء، بطيئة الهدم. وده اللي خلى دول العالم تتقدم، وخلانا احنا في دول الأمم، ان حتى اللي سايق اللي قاعد على الدركسيون مش فاهم هذه الحقائق. وبعدين هو ما جاب سيرة السلطة التشريعية خالص في اللي انت قلته. وعلى أرض الواقع الإعلام مجرد ملحق بالمخابرات والقضاء. اتكلم عن الكتلة، عن الشعب، والشعب معناه البرلمان، لأن الشعب هو الذي سيفرز البرلمان. يا عم الحاج، كان باسم الشعب ترتكب، ايوه، ما كان باسم الشعب ترتكب من جرائم؟ هو في ديكتاتور ما جاش وقف وهو بيتكلم يقول لك باسم الشعب؟ وسبينوزا مش كان بيتكلم باسم الشعب؟ هو اسمه بتاع شيلي ده اسمه ايه ده ما كانش بيقف يتكلم؟ هو ستالين ما كانش بيقف يتكلم باسم الشعب؟ وستالين كان بيقول ان هو طاغيه ومستبد، وانه يريد ان يقتل الشعب ويريد ان يهمشه، لكن عمليا هو بيهمل الشعب. استاذ رنا، السيسي قال من ضمن كلامه نختلف فكريا، لكن لا نختلف أبدا على بلدنا أو ننقسم مهما حدث. أنتم كشباب ثورة في الوقت الحالي شايفين مدى واقعية هذا الكلام؟ هذا الكلام برضو يعتبر مجرد يعني فض مجالس، ولا يحسب على السيسي لأنه يشبه واقعا أو يخالف واقعا من وجهة نظركم؟ هو أولا بس أنا عايزة يعني ألفت نظر المشاهدين لنقطة مهمة جدا وخطيرة، أنا شايفاها في وجهة نظري خطيرة، وبعد كده هرجع للسؤال بتاع حضرتك. هو قال رفض الانقسام، يعني الابتعاد عن استخدام كلمة النظام، لأن اسمها الحقيقي مصر دولة وشعب. الكلام ده خطير جدا، ده معناه أن أنا لما أجي النهاردة وأنتقد السيسي معناها كده ان انا بنتقد مصر دولة وشعب. احنا كده رجعنا لنفس الديفينيشنز بتاع
مبارك مصر، مصر مبارك، يعني اللي بينتقد النظام بينتقد الدولة والشعب، يعني هو عايز يحطك في الفريم ده انك انت لما تنتقدني انا الشعب. هو أنا كان الدولة، مبارك بيقول انا المؤسسات. لما كانوا بينادوا الثوار لما كنتوا بتنادوا في ميدان التحرير شعب يريد اسقاط النظام، كانوا يقولون انهم يريدون اسقاط الدولة. هل هذا ما تريدين توصيله، يعني انهم لما يطلع شباب يقولوا اسقاط النظام يتهموا مباشرة بإسقاط الدولة؟ بالظبط بالظبط. وكمان المشكلة إن التصريح ده أو بالذات النقطة دي تنم عن جهل سياسي مش طبيعي. لأن معروف إن في الأنظمة السياسية إحنا لما بنيجي نتكلم عن الأنظمة بتكلم عن الأنظمة السياسية، الأنظمة السياسية بتبقى منفصلة تماما على إن أنا أجمعها مع الشعب و و وبعدين في الأصل، في الأصل الشعب هو أعلى السلطات. نرجع طيب بقى للسؤال، في النقطة نرجع دي. نختلف فكريا ولكن لا نختلف أبدا على بلدنا أو ننقص. أرجع للسؤال بتاع حضرتك. طبعا ده كلام يعني لا يتخطى مجرد ان هو انشا. ليه؟ لان هو بيقول ان هو لا يختلف فكريا ولا يعني اللي هو معناه ان هو ما بيختلفش لا فكريا ولا ايديولوجيا في علم السياسه يعني. طيب بالنسبه بقى ل 90% من المعتقلين معتقلين راي، دول بقى مسجونين ليه؟ بدل انت ما بتختلفش فكريا ولا بتختلف ايديولوجيا، مسجونين ليه وهم كل تهمتهم ان هم مسجونين راي، مسجونين راي عام، مش قادرين يعبروا عن رايهم. طب بالنسبه لطلبه الجامعات اللي هم بيعبروا عن رايهم الفكري في الجامعات، بتسجنهم ليه؟ بتدخل الشرطه جوه الجامعات ليه؟ اذا رنا فاروق ترى ان هناك يعني انفصام او تناقض بين الواقع وبين تصريحات السيسي. لكن دعونا نتحول الان الى الكاتب الصحفي الاستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريده المصريون. استاذ جمال اهلا بك معنا. يعني هل نستطيع ان نعتبر تصريحات السيسي في مثل هذا المؤتمر او هذا الملتقى هو يعكس مفهوم الدوله عند السيسي وعند نظام السيسي ام لا؟ لا، هو يعني أنا في تقديري لا ينبغي أن نأخذ كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الدقة أو بهذه بمفهوم أو بقواعد أو معيار العلم السياسية. هو ما زال حتى الآن السيسي يتعامل بالعاطفية وباللغة الشاعرية، وإنه يعني مش عايز حد يتدخل بيني وبين الشعب، مش يعني ما فيش حاجه اسمها نظام في دوله وكلنا مع الدوله وكلنا الى اخره. كل هذا خطاب عاطفي وليس خطاب، ليس تاصيلا لمفهوم سياسي محدد. وهذا الامر في الحقيقه انا في تقديري انه يعود الى يعني. طيب يا استاذ جمال، يعني انت تقول الرئيس السيسي، يعني اذا هو اذا ظهر فهو رئيس وإذا تحدث فهو رئيس، يجب أن يحاسب كرئيس على كل كلمة، وإلا كان يعني الحملات الانتخابية بيحاسب فيها المرشح على كلامه، وهو أساسا لم يعني يكن له أي برنامج انتخابي. هل 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 في علوم السياسة، وأنا أتحدث من الناحية السياسية والرصد الصحفي، لا يجوز يعني أخذ كلام أي رئيس جمهورية على محمل الجد أنه يتحدث كرئيس، ولا الناس يسمعوا كشاعر يعني وكرجل رومانسي؟ لا هو هذا كلام صحيح. هو طبعا هذا الكلام لا يعني موافقتي على ذلك، لان الدوله لا تضاب بمثل هذه الشاعريه ولا بمثل هذه العواطف. وانا اعتقد انه السيسي تعرض لنقد كثير جدا جدا من تيارات مختلفه، حتى من القريبين منه او من المؤيدين منه من القوى السياسيه، انه مثل هذه العواطف لا تكفي لاداره دوله. لكن هناك مشكله لابد ان نتعامل معها في واقع حقيقي الان، ان هناك حاله فراغ سياسي حول السيسي. حتى الان لا يوجد، لا تستطيع ان تحدد ملامح يعني مستشارية أو دائرة مستشارين سياسيين حقيقيين حول السيسي. أيضا لا تستطيع أن تتحدث عن نخب سياسية يعني يعتمد عليها السيسي في. طيب السيسي يقول يا أستاذ جمال أن احنا نجحنا وسننجح وننطلق في المرحلة القادمة، إذا يعني أي مواصفات النجاح يتحدث عنها؟ أي نجاح يقصد إذا؟ إذا كان يعني لم يكن ليس هناك مستشارين سياسيين وليس هناك يعني أي تقدم في الناحية السياسية، هل نجح مثلا في الناحية الأمنية؟ هل نجح في الناحية الاقتصادية؟ ماذا يقصد بهذا الكلام الذي ذكره في هذا اللقاء؟ إن احنا نجحنا وهننجح وفي مشروعات عملاقة هتنطلق. هو نوع من رفع المعنويات أو بس الثقة في، يزداد في فقدان الثقة يوما بعد يوم. يعني أنت الآن تتكلم عن أنه البرلمان المقبل
يعني من يطرح الآن كي يمثل الكتلة الرئيسية التي يعتمد عليها السيسي الدكتور كمال الجنزوري. انت بتتكلم في وقت 85-86 سنة، في حين ان هو احنا بنتكلم او خطاب السيسي الاساس انه دعم الشباب واعطاء فرص للشباب. المشكلة في فراغ سياسي الان، وفي عدم وضوح لرؤية، وفي كتل هنا حتى من الكتل التي شكلت مرحلة 30 يونيو. ارجو لو تبقى معي. اتفضل استاذ جمال اكمل. اتفضل. فهذه الكتل كلها يعني متنازعة، يعني أصبحت الآن أنت عندك كتلة موالية للنظام السابق لنظام مبارك ومصالحها كانت مرتبطة به، هذه الكتلة ضد السيسي في الحقيقة وهو يفهم ذلك لكن لا يستطيع أن يعبر عن ذلك بوضوح. أيضا هناك كتلة من شباب ثورة يناير الذين تحالفوا معه في 30 يونيو، هذه الكتلة الآن انفصلت وأصبحت لها مشكلات وهو في قلق وفي يعني شكوك متبادلة بين الطرفين، عنده المعاناة الكبيرة مع المؤيدين الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، عنده معضلة كبيرة جدا جدا مع يعني قطاع كبير من الدولة القديمة سواء في المؤسسة الأمنية أو الإعلام اللي هو يدين بالولاء لحسابات اقتصادية خارجة عن سيطرته. أيضا أنه مساحات الحركة أمام الرئيس الجديد بموجب الدستور والتغييرات الدستورية الجديدة امام اجهزه الدوله الصلبه اصبحت. طيب استاذ جمال، هل ترى في تصريحات السيسي في هذا الـ يعني المؤتمر اللي هو على هامش افتتاح مبنى الركاب بمطار الغردقه ان الكتله المصريه ستظل دائما واحده ومتحده مهما كانت الظروف والتحديات؟ طبعا هو ما قالش طبعا مدينه الغردقه، لكن قال محافظه الغردقه، وده كان ليها يعني مشاركات على صفحات التواصل الاجتماعي كبيره جدا. لكن خلينا في الموضوع، موضوع انه الكتله المصريه ستظل دائما واحده ومتحده مهما كانت الظروف والتحديات. هل هو يخاطب جمهور معين بشكل معين باداء معين قبل الانتخابات البرلمانيه، خاصه وانت تصف ان حوله فراغ سياسي كبير في مفهوم الدوله؟ لا لا، هو وطبعا لا يوجد، لا يصح اصلا ان نتكلم الان عن الشعب المصري وكتله واحده وكذا. يعني الشعب هو الشعب، يعني كل من يحمل الجنسيه المصريه، لكن انت تتكلم عن الشعب المصري الان قطاعات وفعاليات وهموم وطموح. يعني هل هو الشعب النخبه رجال الاعمال والبزنس وكذا، ام الشعب اللي هو المهمش؟ هل هو الشعب اللي هو المعارض له او المؤيد؟ هل هو الشعب الذي يمثله شباب ثوره يناير ام هم فلول النظام القديم؟ يعني انت بتتكلم، يعني لا يصح الان يعني يعني وانت تبني دوله او تبني يعني قواعد صحيحه او فيها شفافيه تتحدث عن الشعب بشكل فضفاض بهذا الشكل. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير جريده المصريون، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. اتحول الى الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره. دكتور سيف، اهلا بك. يعني من 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 وجهة نظر العلوم السياسية ومفاهيم العلوم السياسية في مفهوم النظم السياسية ومفهوم الدولة ومفهوم النظام السياسي المصري بالتحديد، هل ما ذكره السيسي من الممكن أن يتصل بشكل أو بآخر بتلك المفاهيم في العلوم السياسية؟ هو بيتصل على وجه الخصوص فيما كنا تنظرنا به من قبل بما يمكن تسميته بالعلوم السياسية. والعلوم السياسية دي جزء من علوم الفكاكة. الفصل اللي هو بيتكلم عليه هو فصل نظام مفيش، الدولة يجب أن تكون واقفة على حيلها. هذا الأمر الذي يتعلق بمثل هذه الكلمات التي لا تمت بأي صلة لعلوم السياسة ولا أوقع هؤلاء الذين يدرسون علم السياسة في حرج شديد. الحرج هو أنه جزء من مثلث في علم السياسة هو النظم السياسي. النظم السياسية والفكر والنظرية السياسية والأمر والمثلث وكمالة المثلث الثالث وهو العلاقات الدولية والقانون الدولي. إذا نحن أمام ضلع مهم جدا هو بينفيه في إطار أنه بيتكلم عن الدولة اللي واقفة على حيلها. الأمر المهم جدا في هذا المقام وهو خطير شديد الخطورة أنه يريد أن يصدر مفهوم الدولة في إطار من كتب عن هذا الأمر في إطار الدولتية. فإذا كنت أنت بتهاجم الرئيس
أو بتهاجم النظام أو بتهاجم السياسات التي تتعلق بهذا النظام، فأنت بالضرورة ضد الدولة، أنت تفكك الدولة، أنت تسقط الدولة. طيب يا دكتور، دكتور سيف، من الناحية الواقعية وليس من الناحية الأكاديمية، مفهوم الدولة والنظام السياسي ونظام الحكم والنظام العام، يعني زي ما بيقولوا كده في المثل البلدي، اللي تغلبه لعبه، يعني إذا كان هذا الأسلوب العاطفي الرومانسي الأسري الأبوي اللي مشي بيه قبل كده مبارك 30 سنة، اللي استطاع بيه عبد الناصر أنه يصنع علاقة أسرية بينه وبين شعبه برغم من تحفظات ناس كتير عليه، لكن استطاع في النهاية أنه يكون أنه يقود هذا الشعب مرحلة طويلة، أيضا قادها مبارك لمرحلة طويلة، قادها السادات أيضا وهو يقول يعني الرئيس الأب الرئيس المؤمن. طالما أن كتلة كبيرة من الشعب تقتنع بهذه اللغة، فلماذا لا يتبعها بعيدا عن هذه المفاهيم السياسية، الدولة والنظام السياسي ونظام الحكم والنظام العام، طالما 30-40 مليون ممكن يقتنعوا بهذا الكلام، وهذا ما يقصده أو ما يعني لوح به السيسي، أن الكتلة المصرية هتفضل كتلة واحدة ومش هتختلف حوالين رئيسها، ومحدش هيدخل بين الرئيس وبين الشعب. في ناس بتبسط لما تسمع الكلام ده اكتر من مفاهيم الدولة ونظام الحكم والسياسة وهذا الكلام. هو انا استطيع ان اقول لك ان السيسي الان بكثير من كلامه يؤلف معجما انقلابيا. المعجم الانقلابي هو لما يجي يتكلم عن انه خلوا بيني وبين المصريين ما حدش يتدخل بيني وما بينهم، هو بيختار شعبه، هو له هو قدامه كذا شعب، فهو بيختار الشعب اللي هو عاوزه. هو يا ناس احنا مش مصريين ولا ايه؟ المسألة ببساطة شديدة، هو يريد هؤلاء ويخاطب هؤلاء الذين اتخذوا من مسألة العبودية ديدنا لهم، فإذا كان يريد الكل هؤلاء العبيد وأن الآخرين يجب أن يدخلوا في زمرة العبيد، هذا أمر شديد الخطورة. لن يكون، لأنه حينما يبحث عن دولة الاستبداد، والكلام اللي حضرتك بتقول عليه أنه عاطفي، ده مش كلام عاطفي، ده كلام جهل يعبر عن جهل كبير جدا بالأمور التي تتعلق بتأكيد ما معنى السلطة الراشدة، إيه معنى سلطة العدل، إيه معنى سلطة الحرية، إيه معنى سلطة المساواة، إيه معنى سلطة التعدد. المسائل دي مهمة جدا، وهو حينما يقول إن النظام ما يش عارف إيه ما يسقطش، هو عاوز يقول إن الدولة العميقة تستمر، ما فيش حاجة اسمها تداول سلطة، ما فيش حاجة اسمها أحزاب سياسية ولا قوى سياسية. الكلام اللي بيقوله ده لا يمكن إطلاقا أن يمت بصلة لعلوم السياسة، ولكنها العلوم السياسية. طيب مدى خطورة هذا، مدى خطورة هذه المفاهيم وهذه التصريحات على يعني مفهوم الدولة، الدولة نفسها، هل من الممكن أن يؤثر في مفهوم الدولة، في نظم الدولة وليست الأنظمة أو الحكومات؟ طبعا هو هي المسألة ببساطة شديدة، أصبح يتحدث عن بعض المؤسسات ويهمل بعض المؤسسات. أين البرلمان؟ أين البرلمان، تلك السلطة الحائرة في مثل هذا النظام ما بعد ثورة 25 يناير؟ البرلمان في عفه هو عملية تصنيع لهذا البرلمان حتى يكون مملوءا باليسمن، هؤلاء الوفاقة والصفاقة الذين يصفقون فحسب. إذا هذه المسألة مسألة خطيرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ دكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. نتحول إلى آراء المشاهدين والمواطنين مع حسام يحيى عبر صفحات التواصل الاجتماعي. تفضل يا حسام. نعم أيمن، ما بين ذكر أقوال سابقة وحاضرة لعبد الفتاح السيسي وأيضا توجيه نصائح له، كانت معظم التعليقات عبر هاشتاج محافظة الغردقة وأيضا هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. نستعرض الآن بعض مما ورد إلينا. نبدأ بمحمد عبد الله بيقول: كان يهيئ إلينا أن رجل المخابرات يعلم كل شيء في البلد، لكن اتضح أنه أبيض يا ورد. تعليق محمد أيضا: حساب نيرمين نور بيقول: الإعجاز الوحيد اللي السيسي عمله أنه تصور
مع السائحة من وجهة نظر نرمين. أيضا تعليق آخر لأسامة بيقول الرجل طالما مع الإعلام كفاية عليه، لا يهمه شعب ولا نخب ولا أحزاب، إعلام يلمع فيه ويغير مفاهيم الناس البسيطة. تعليق أيضا محمد محمدي بيقول هو فاكر نفسه عبد الناصر بس مزرجنا معاه شوية، من وجهة نظر محمد. وأيضا آدم بيوجه نصيحة لعبد الفتاح السيسي بيقول ياريت السيسي والقيادات العسكرية لم يتكلموا، وياريت كمان ما يتكلموش، لأن كل ما بيتكلموا بيظهروا مدى ضحالة ثقافتهم وتعليمهم وتفكيرهم، وبسببهم سقطت قدسية الجيش، من وجهة نظر آدم. أنتقل سريعا إلى تويتر. أيضا خالد بيقول أنا أحلى حاجة بحبها في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن كلكم لاحظتوها، إن في كل خطاب وبيان آخر كلمة بتكون تحيا مصر. أيضا حساب الحر بيقول الناس اللي مش عاجبها إن السيسي قال للغردقة محافظة، طبعا محافظة أو محافظة جدا، وعمرها ما خرجت من البيت لوحدها، ما عندناش غردقة تنكشف على حد غريب. طيب نعود إليك أيمن. يعني طب استنى على ما اخلص ضحك على الكلام ده. خلص بقى عشان اشكرك كلها. اشكرك جدا يا حسام. يعني الغردقه ما تكشفش على حد غريب زي ما قال. الغردقه البلد كلها عبد الفتاح. انا بس عايز اقول لك على حاجه كان في حوارك مع الدكتور سيف عبد الفتاح. هو كنت بتساله عن الكلام العاطفي. حتى بالكلام العاطفي السيسي ما ينفعش رئيس جمهوريه، ما ينفعش حاجه خالص الحقيقه. ليه بقى؟ لانه هو في نفس الكلام اللي احنا بنعلق عليه دلوقتي قال لك هو انا مش عارف اجيب الفلوس منين، هو كل واحد عمال يطلب مني ومحدش قال لي اجيب الفلوس منين، هو ما خدش باله ان شغلانه رئيس الدوله انه يعرف يجيب الفلوس منين. يعني ما ينفعش ان حضرتك تاخد عربيتك وتروح للميكانيكي فالميكانيكي يقول لك اصل ما حدش قال لي بتتفك منين، يبقى يقفل الدكان. بس هو افتتح مشروع كبير زي ده اكيد يا استاذ مش في فلوس موجوده. يا عم الحاج انا عايز بس كلامه هو اللي هو قاله. وقال لك انا ما حدش قال لي اجيب الفلوس منين، بالكلام العاطفي رب الأسرة اللي بيجيب الفلوس مش كده. ورئيس الدولة أهم مهماته يعني نبرة واحد في أولوياته إن هو يعرف إزاي يدبر الموارد للدولة، لكن زي ما قلت لك لأن هو عسكري فهو فاهم إن دوره هو أن يكون الحكم بين الأجهزة الأمنية، يسيبهم ياكلوا في بعض وهو يقعد إيه يهدي في دولة. الحاجة التانية انه اخونا والصديق العزيز الاستاذ جمال سلطان بيقول ان في فراغ سياسي. ليه؟ ما انا عندي رئيس جمهوريه وعندي حكومه زي ما كان عندي رئيس جمهوريه وعندي حكومه ايام الدكتور محمد مرسي. ولا هو السيسي ثقب اسود يعني عشان يبقى في فراغ سياسي؟ والحقيقه ان السيسي ثقب اسود لان كل من يقترب منه نهايته الفناء، نهايته الموت، حتى اقرب المساعدين اليه هو اتخلص منهم، وحتى كل الاراجوزات اللي هو طلعه مشغلهم شويه وما عبد العاطي كفته منا ببعيد، فهو شغله شوية على قد ما هو عايز. وبعدين بعد كده لما آخر حاجة بقى آخر حاجة بتتحرق دلوقتي خالص وبتتقتل دلوقتي خالص، أصدقائنا الأعزاء جدا واللي أنا مقدر جدا إن إحنا كنا زملاء وكتف بكتف ذات يوم في ثورة 25 يناير، لكن هم بيقولوا إن إحنا مش هنشارك في أي فعالية ثورية طول ما الإخوان في الشارع. أولا الثورة اصبر عليها بس. طيب لا يعني ده لا, لا 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 ده داخل في كلامه. طيب داخل في كلامه. الثورة احنا مش كنا بنهتف بنقول ان الثورة مستمرة في كل الاحوال باخوان او من غير اخوان. ده واحد. اتنين انه طيب ما انت شاركت في انقلاب في حزب النور، اذا انت ضد الاسلاميين قولا واحدا وشايف ان الدعوة الى ان في اسلامية وفي مش عارف ايه وايه ده كلام بره، احنا اتفقنا على عيش حرية عدالة اجتماعية، كلام جميل. هو كان فيه هتاف بالاسلامية في الانقلاب بتاع، انت شايف ان في اي حاجه من حوار السيسي لها علاقه باحداث يناير القادمه او انا عايز اقول لك ان ده لا ان هو كمان اضهض حتى هذه الحجه. يعني هو ثقب اسود لان هو مليء بالتناقضات. هو فكره الثقب الاسود ايه؟ ان هو جزء من الفضاء غير منتظم الحركه يفني كل من يقترب منه. فلان نظام السيسي في واقع الامر هو نظام المتناقضات، نظام الشيء وعكسه. طيب. فاي حد في الدنيا يقرب منه او حتى يردد كلام أو حتى يتماهى معاه في نقطة من النقط بعد شوية هيلاقي نفسه مش موجود. أستاذ رنا فاروق، يعني بمتابعة مشروعات السيسي يعني كل هذه الأشهر مرت والسيسي افتتح مشروعات كثيرة جدا لكن كلها قيد التنفيذ وكلها تقريبا ميزانيتها بتعاني من مشاكل، وهو أعلن ذلك صراحة، محدش قال لي أنا هجيب الفلوس منين. أستاذ محمد قال دي شغلة رئيس الجمهورية. السؤال هنا هو في نفس التصريحات اللي ذكرها قال إحنا نجحنا ولسه هننجح أكتر وفي مشروعات عملاقة قادمة. وأنا أسألك عن الواقع لأنك يعني أولا محسوب على الثورة وناشطة سياسية ومتابعة للواقع والتصريحات.
لا هو الواقع طبعا منفصل تماما عن التصريحات وما بيستقيمش مع تصريحاته خالص. يعني مثلا انا طبعا بالنسبه لي انا ما افهمش ابدا ان رئيس جمهوريه يفضل يبرر طب انا اجيب منين، طب انا اجيب لكم منين، طب هتاكلوا مصر، ما فيش الكلام ده كله. المفروض ان هي دوله مؤسسات بيتم تداول السلطه فيها يعني بينها وبين بعضها. فيعني مثلا ما ينفعش ان الرئيس يطلع يدي الشكل بان انا بعمل كل حاجه، انا تعبان ساعدوني سندوني، ما فيش الكلام. انا ما شفتش ابدا في دول متحضره محترمه ان في رئيس يطلع يقول الكلام ده ويطلع يخاطب شعبه بالطريقه دي. المفروض ان هي دوله مؤسسات، المفروض ان كل مؤسسه بتباشر بس حاجه. بس انت مش شايفه يا استاذ رانا ان هذا الخطاب من الممكن ان يخيل يعني، او يعني ناس كتيره جدا تقتنع بيه من المصريين؟ ان واحد بيقول لك انا احلى حاجه بحبها في السيسي، هو قال الرئيس السيسي يعني، اما في الاخر بيقول تحيا مصر. في ناس هل من الممكن ان ينخدع مصريون بهذا الحديث بالرغم ان هم مش شايفين مشروعات، مش شايفين اي انجاز حقيقي على المستوى الاقتصادي او حتى الامني اللي مصروف عليه قد كده لحد النهارده؟ ولا شعبيه السيسي من الممكن أنا كنت لسه هتطرق للموضوع ده، ان انا شايفه من الاحصاءات ولو انها كلها احصاءات يعني غير دقيقه ان شعبيه السيسي في نزول، يعني في هبوط مستمر وهبوط يعني هبوط كبير، مش هبوط اللي هو يعني مجرد درجات خفيفه، لا هبوط كبير جدا. فواضح ان المصريين يعني اولا لا عاد عندهم صبر، ما عادش عندهم صبر تماما. الازمات الاقتصاديه طحنه بيهم. بالنسبه لهم خلاص احنا مش عايزين نتفرج، احنا عايزين. ما سمعتش عندهم صبر يعني، عايزين يعني عايزين واقع ملموس. هجيب لكم منين اتحرق ميام مبارك؟ ما عادش عندهم كلام تاني يعني. هم مش شايفين واقع ملموس. يعني هو مثلا المصريين ممكن ان هم ينتظروا او ان هم يستنوا شويه لما يشوفوا واقع ملموس. مفيش واقع ملموس وهم شايفين وراصدين ده ان الموضوع عباره عن بس. السيسي يعني قال وهو يسخر يعني، حتى سقفوا له بعدها، قال في كتله كده واحدة معانا مفكرين انهم هيأثروا عليها وهتروح لغيرنا، وابتسم بسخرية فصفق له الحاضرون، وكأنه يشير الى ان هناك كتلة كبيرة من الشعب المصري خلفه شكلا وموضوعا وقلبا وقالبا. انت شايفة ده في الشارع من خلال المتابعة؟ هو اولا انا عمري في حياتي ما شفت تصريحات اللي هي بالسين دي يعني اللي هي الشكل ده، ما شفتهاش في حياتي يعني من رئيس. فطبعا دي حاجه بالنسبه لي انا يعني كواحده دارسه علوم سياسيه بالنسبه لي انا غير متقبلها، ما فهماش. فطبعا مش هقدر ان انا اعلق عليها، لان المفروض ان الرئيس بيتكلم بيطلع يتكلم في نقط محدده وبيبقى ستريت جدا ودايركت جدا في النقط اللي هو بيتكلم فيها. اما ان انا افضل اقول على الناس والقح يعني ومش عارفه الكلام ده انا ما فهموش. ففي نقطه مهمه جدا سريعا، في نقطه مهمه جدا، السيسي اتكلم عن الأحداث اللي حصلت في باكستان وعن الأحداث اللي حصلت، الإرهاب اللي حصلت في سيدني. طيب انت بدل ما تتكلم عن أحداث خارجية احنا لنينا فيها ناقة ولا جمل، طب ما تتكلم عن تأمين الحدود، تتكلم عن وصلت هذه الفكرة أستاذ رانا. أستاذ محمد القدوسي أخيرا في نصف دقيقة اديها الأستاذ محمد. أستاذ محمد، هل تصريحات السيسي دي لها علاقة بما هو قادم ولا لا؟ خاصة أن هناك من يشير إلى السيسي نفسه أن لابد أن يحدث ثورة على نظامه من إعلامه نفسه، وفي ناس بتقول في انقلاب على نظامه. عنده نظام يبقى يعمل عليه ثورة. عايز أقول لك أنه أتكلم برضو على طريق بالسيم زي ما قالت الأستاذة رنا، واحتجت واعترضت على هذه الطريقة وأنا معها في اعتراضها. هو اتكلم عن أحمد عز وعن قيادته لمجموعة برلمانية، القيادة المزمعة لأول مجموعة برلمانية، وقال الناس اللي فيها مش عارف إيه دول أنتوا اللي هتوقفوهم بقى، دول أنتوا اللي هتحشوهم. فهو مدرك تماما ما أشرت إليه سابقا من أن الجنرال الأمني يريد أن يعود ليكون بديلا للجنرال العسكري، وهذه إحدى متناقضات سلطة السيسي. شكراً. سلطة الانقلاب التي أشرت إليه. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد القدوسي والناشطة السياسية رنا فاروق، وكان معنا دكتور سيف الدين عبد الفتاح والكاتب الصحفي جمال سلطان. لكن العرض في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. في اليوم العالمي للغة الضاد، مجمع الخالدين يحذر وسائل الإعلام من الاستهتار بالفصحى، وخبراء اللغة يلومون كبار الساسة والزعماء لأخطائهم اللغوية في خطاباتهم، ونشطاء يدشنون هاشتاج اليوم العالمي للغة العربية.